الحمد لله وحده. إذا تفاخرت الدنيا وتفاخر الناس بأوطانهم يبقى بلدك أيها المبارك مأرز الإيمان وأرض هبط عليها الوحي من السماء، بعث فيها خير من وطئ الثرى، صلوا عليه وسلموا تسليما. لك أن تفخر بهذا الوطن الذي بقي وينبغي أن تبقى أنت له وفيا، بقي مأرز للإيمان، وها هو ولله الحمد إشعاع التوحيد والتعليم والقرآن، وما هو الأفئدة إليه تهفو إليه الملايين مكة والمدينة. من البر لهذا الوطن الدعاء له أن تكون صالحا في مواطنتك، أن تأمر بالمعروف بمعروف وتنهى عن المنكر بمعروف، وأن تكثر من الدعاء أن يبقى أمنه وأن يبقى أمانه، أن تلتف حول ولاة أمرك، أن تكون بجوار علمائك. هذا حق الوطن علينا دينا وشرعا وليس عادة أيها الأحبة. لذلك أختم فأقول: هذا الوطن باقي، وحتى يبقى الأثر والخير فيه ابق على مواطنتك الصالحة، وكن صالحا ناصحا.